للحديث أكثر عن الصراع السياسي على المناصب في العراق والخلافات الطاحنة بين أحزاب البيت الشيعي، كما يطلق هو على نفسه ودخول الميليشيات على خط الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد شاهو القرداغي. سيد شاهو، بداية مرحبا بكم. صراع بين شركاء العملية السياسية لا ينتهي وفق توصيف وكالة بلومبرغ الأمريكية، إلى أي مدى نحن الآن أمام حالة ميؤوس منها في ظل تمسك الزرفي بمنصبه ورفض أغلب أطراف البيت السياسي الشيعي له؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة الصراع الآن الموجود بين الأطراف السياسية هو جزء من صراعات داخلية على المصالح، والخلافهم مع الزرفي ليس خلافا على الإصلاح أو تحقيق مطالب المتظاهرين. الزرفي كان مشاركا في العملية السياسية منذ البداية، ولكن الآن الأطراف الولائية أو وكلاء إيران في العراق وخاصة المعسكر الإيراني يشعرون أن وصول الزرفي إلى منصب رئاسة الوزراء قد يهدد مصالحهم أو قد يخرجهم من إدارة المشهد السياسي في العراق، وبالتالي على الرغم من أنهم لا يمتلكون بديل ولكن يهددون باستخدام السلاح كما قال المتحدث باسم جماعة الميليشيات عصابة الحق وباقي الميليشيات، قالوا أنهم لن يسمحوا وسيغيروا بالقوة في حال تكليف الزرفي. إذن هم لا يؤمنون أصلا بالدستور والعملية السياسية ومستعدون لاستخدام القوة لفرض نفوذهم وأجندتهم، وهذا الأمر يشكل الخلل الحاصل في العملية السياسية بعد غياب قاسم سليماني. يعني الآن هناك فراغ، إلى الآن لم يتم ملء هذا الفراغ، وهذه الأطراف مستعدة للدخول إلى صراع مفتوح في سبيل ضمان والحفاظ على مصالحها، حتى لو أدى ذلك إلى يعني حرب داخلية أو جلب الإيرانيين الحرس الثوري للعراق ليحكموا. يعني هؤلاء لا يهتمون بمصالح العراقيين، وبالتالي ما نراه اليوم هو تجسيد لصراع المصالح الموجود فيما بينهم. هذا الصراع صراع المصالح كما وصفتم، تأكيد الزرفي أنه هو من سيشكل الحكومة الجديدة، في المقابل رفض العديد من الأحزاب الشيعية له، هذا الصراع إلى أين سيأخذ العراق؟ كما تعلم أن العراق الآن يعاني من وباء عالمي هو وباء كورونا، وكذلك أزمة مالية واقتصادية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط، أين يسير العراق؟ بلا شك، بالإضافة إلى المشاكل الموجودة، ونحن رأينا أن وباء كورونا نجح في توحيد العالم، يعني في قرب وجهات النظر وإنهاء الخلافات لمواجهة هذا الفيروس. إلا في العراق، في العراق المشهد مختلف تماما، هناك صراعات سياسية. المواجهة مع الميليشيات الولائية هي تحصيل حاصل، بدون حصول مواجهة مع هذه الأطراف لا يمكن إحداث أي تغيير في العراق. الزرفي كان لديه مواقف شديدة تجاه الميليشيات، ولكن هذا في السابق، الآن لا يستطيع أن يمرر حكومته دون تقديم تنازلات لهذه الميليشيات، وبالتالي هذه الأطراف لا تستطيع أن تقوم ببناء نظام سياسي من جديد أو بناء إصلاحات جذرية. الزرفي لا يستطيع المصادمة بهذه الميليشيات التي تغلغلت طيب. داخل الدولة. أستاذ شاهو، إذن لماذا يهدد أو المعسكر الإيراني، ذكرت أنهم لا يريدون الزرفي لأنه يهدد مصالحهم، ما الذي بإمكانه أن يفعله في حين أنه لا يستطيع فعل شيء أمام سلطة الأحزاب؟ الأطراف الموجودة داخل العملية السياسية وكما تعلم لا تملك مبادئ واضحة، وأي طرف منهم قد يترك المعسكر الإيراني ويذهب للمعسكر الأمريكي، ولكن ضمن الحفاظ على مصالحهم الذاتية والحزبية. وإلى الآن أتوقع حسب المعلومات التي تأتي تؤكد أن إيران شخصيا ليس لديها مشكلة، لأن تاريخ الزرفي، أي شخص ينظر إلى تاريخ الزرفي السياسي لن يقع في مواجهة مباشرة مع إيران. كل تاريخه، كل عندما كان محافظا للنجف وبعدها، لم يقع بينه وبين إيران أي خصومة مباشرة، وبالتالي الرجل لديه مشاكل مع الميليشيات الموجودة داخل العراق وليس مع إيران كدولة، وهذا يعني أنها مجرد مشاكل على المصالح السياسية وعلى النفوذ ومن يتصدر البيت الشيعي. يعني هناك أسماء طرحت أيضا للتكليف بتشكيل الحكومة، منها مثلا رئيس جامعة الكوفة السابق الدكتور محسن
الظالمي الذي رفض ذلك. يعني طرح هذه الأسماء أستاذ شاهو القرداغي لتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من الزرفي، هل سينهي من وجهة نظرك أزمة أقطاب العملية السياسية؟ بلا شك أن طرح هذه الأسماء في هذا التوقيت هو مجرد إشارة من قبل هذه الأطراف، الأطراف الأخرى المعارضة للزرفي، بأن يؤكدوا أن لديهم مرشح آخر لهذا المنصب. لأن رئيس الجمهورية برهم صالح عندما قام بترشيح الزرفي برر بأن الأطراف الأخرى، الأطراف الشيعية، لم تصل إلى نتيجة واضحة، إلى شخصية واضحة لتكليفه، فهو لجأ إلى تكليف الزرفي. وبلا شك إلى الآن الأطراف التي تعارض الزرفي ليس لديها بديل، يعني أن هي تعارضه فقط لا تريد هذه الشخصية ومستعدة لإبقاء عادل عبد المهدي. يعني السيناريو الذي يفضله الميليشيات هو التمديد لعادل عبد المهدي ليبقى في المنصب، لأنهم حصلوا على مكاسب كثيرة في انتخابات 2018 في البرلمان العراقي، وبالتالي يريدون الحفاظ على هذه المناصب عن طريق إبقاء عادل عبد المهدي وتمديد المهلة إلى وقت الانتخابات القادمة. نعم. أخيرا، إلى أي مدى تتفق يعني مع ما جاء في تقرير لمعهد أبحاث الشرق الأوسط؟ قال هذا التقرير أن ترشيح الزرفي وانشقاقات الحشد يعني ضربتان لوكلاء إيران، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ أنا أتوقع أن ضربة لوكلاء إيران وليس ضربة لإيران نفسها في العراق، ولكن بلا شك لا يمكن أن ننكر أن النفوذ الإيراني في العراق لم يعد كما هو في السابق، وأن غياب سليماني أثر بشكل سلبي جدا على الأطراف الموجودة داخل العملية السياسية، وخاصة فككت البيت الشيعي. إلى الآن لا يوجد أحد يدير البيت الشيعي مثل ما كان موجود في السابق، وهذا مؤثر إيجابي لمستقبل النظام أو مستقبل الدولة في العراق، لأن تفكك هذه الأطراف سوف يؤدي إلى خروج قوى وطنية يتم إنهاء هذا الفساد الذي تم القيام به في العراق على مدى 17 عام. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد شاهو القرداغي.